السلام عليكم الحباب، مرحبا بكم في فيديو جديد، بلوك جديد. بينو كما كتشوفوني اليوم مجال كنا فسع ليا الحوت العروسه، ما عندوش انا فايته مجوجه، ولكن اليوم عندي النهار ديال الشوتينغ، النهار ديال التصاور. تقفت هذا وهادشي هذا كامل صار. درت لواحد البنت واحد الشوتينغ من الدار ديال راسها، هي ساكنه في مدريد، وبعد انا بعدياتنا يعني كسرت لي حويجات عندي الدار، وانا كنتكلف بالشوتينغ بالتصاور وبكل شيء. ومرحبا ديالنا قبل اي حاجه نعمل لكم التحضيرات. نهار قبل انا كنوجد لهاد الشوتينغ هذا باش تشوفوا شويه شني كرا من وراء الكاميرا، شوفوا التحضيرات ومن بعد رجعوا معايا. اول حاجه خرجت مشيت نحل البازار باش نشري واحد الوردات، وكنحاول نعدل واحد بوكي ديال الورد نتصاور. شريت الماتيريال كامل اللي كنت محتاجاه فيه. ومني وصلت للدار تفكرت بان الشان ما كانش عندي مصابين، وكنت محتاجه فيه الشوتينغ صابنتو ونشرتو. ومن بعد بغيت نخرج قفيت نات اللي وصلوا لي من عند اخ زان دريسيس، غنخليكم على انستغرام ديالو، وضروري كنخصني نبرانتيهم على حسب تكون مشو شويه في الكاخة. اليوم رديت تبل بان محتاجة بلانشا ديال بابور، ما عمري استعملتها. اذا كانت شي بنت استعملتها عطيني الراي ديال، وخليتهم معلقين واجدين لغدا. من بعد دوزت نعدل بوكي الورد بيدي في الدار، بغيت نعدل شي حاجه تكون سيمبل وسهله، وفي نفس الوقت ما كنتش محتاجه نمشي نشري بوكي ديال الورد، يعني يكون طبيعي. المهم وليدات ديالي غادي نخليكم تشوفوا كيفاش ركبت هذا البوكي ديالي، تديو فكره اذا احتاجيتو نتوما شي نهار تعدلوا شي حاجه بحال هكذا. والهدف ديالي من هذا المقطع هذا تحضيرات للشوتينغ، بغيتكم تشوفوا شنو كيدوز من وراء الكاميرات. دابا كما كتشوفوني صبرت هاد الساك هذا كبير وعمرت فيه كلشي، صبرت ديت معايا واحد المرايا، المهم ديت معايا البلطام ديالي، ديت معايا التريبودي، المهم ديت معايا هاد المسائل هادو، وعملت مكان في هاد الساك هذا. انا واجدة طبعا غادي دوز عليا اخي حمزة هو اللي غادي يمشي يعاوني في الشوتينغ اليوم. المهم الحباب ديالي صافي واخيرا جا مورايا حمزة. بونجور، بحالكم شفتوا هاد الايام هادو الواحد مشطون مشغول، بهجه بدا مشغوله كلنا مشغول ما كنتلاقاوش بزاف. المهم الحباب ديالي صافي انا واجده كما كتشوفوني عامله الكسوه، عرفتي بحال اللي عند عاود بالزواج. العروسه ديالي نعاود بالزواج وحمزه اللي كيشوفنا كيعملها بيب 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 بيب. المهم الحباب ديالي بقى معنا باش نمشيو نشوفوا الشوتينغ، شوفوا التصاور اللي عامل لي حمزه، ما عمرو عدى لي هو سيسيون دي فوتوز كامله بوحدو. بغيت نجرب على حسب كيجيني عنده الافكار، كيجيني الصراحه على حسب انا كنعملو شي تصاور كيجيني عنده الافكار دائما، كيفكر في بوزيسيونات مزيونين. المهم عندي امل، عندي امل حمزه فيك ان شاء الله بحول الله، ان شاء الله عيكون خير. جبت معايا التليفون صراحه، انا بزاف ما كتصاوبني في انستغرام باش كنعدل التصاور ديالي، كيقول لكم معكم التصاور كلش معدل بالكاميرا، ولكن كنقول لكم بان 80% من التصاور ديالي معدلين بالتليفون. قبل كان عندي ايفون 8 بلس، دابا عندي ايفون 11 ماكس برو، ولكن صراحه حمزه مهم على كلنا الحباب صراحة، يعني صح ايفون كيخرج صور مزيونين، ولكن على كل اليوم الجو شويه مظلم. جيت معايا حتى الكاميرا غنشوفوا شنو غادي يخرج لنا احسن تصاور. المهم شوفوا بالنسبه للعدسات اللي عامله ديال كان ثم والله، شوفوا شحال مزيونين، راخلكم انستغرام ديالهم هنايا صراحه مزيونين كيحمقوا ناتورالي سرقي، وكان ما كيستبروش في العينين. وصلنا لبلاصه اللي جينا ليله لواحد الباركي، سمعت معاك حراره واحد الفراغه شحال نقول لكم، واش برد صراحه برد بزاف. المهم الحمد لله جبرنا خاصه مشعولين، كنتمنى ربي يجي التصاور كما على قلبي وفي بالي. انا غنقرب نوريكم باركي ديالي، باركي هو هذا كما كتشوفوا، كما كخاص بالماء. المهم الحباب سالينا اول كسوه، اول شوتينغ، الحمد لله متلج الله يسمح لي منك يا حمزه. المهم الحباب باش تعرفوا شنو كاينه مورا صور صراحه حتى حاجه ما سهله. المهم الحباب ديالنا من بعد غادي دابا نمشي نبدل عليا نلبس كسوه اخرى، مع الاخر ديال الفيديو غادي نخلي لك كسوه اخرى.
الشباب مع الاخر ديال الفيديو. غادي نخلي لكم واحد الفيديو قصير اللي غادي نوريكم الشوتينغ كيفاش جا. نخليكم تصاور وغنخليكم تشوفوا حتى هذوك الكساوي هذوك كيفاش عاملين. المهم الحباب صافي طلعت داغيا بدلت عليا حمزه كان كيستناني. وين داغيا والله الا داغيا حمزه داغيا والله الا داغيا تعطلتي. المهم عملت قفطان ثاني كما كتشوفوا. هذا واخا يبان لكم قرب الاخر يعني ولكن ماشي بحال نيشان. وغادي نعملوا هاد الكورونا هذه اللي وريتكم في التحضيرات وبوكيت الورد ومشي نفس الكولور ولكن انا غادي نعوض ان شاء الله ديك الساعه شويه في فوتوشوب باش نبدل له الكولور. شوف هذاك الرامو ديالي حمزه راه واعر كي حماق. حنا في الشوتينغ الثاني شوفوا فين طلعنا. انا هنايا فوقي ما عرفتش كملكم قلت هنايا كنعمل ستار ديك الساعه نشرح لكم التصويرات. شكرا حمزه على المساعده ديالك. برد برد ني غنهود دابا انا راه غنحاول نهوي. راتفا في مسابقة لالا العروسة. انا عند اللي انا عند اللي انا سكركب تلات بحال تسيبت انا اي فو لالا المسبطة حمزة علي ما قدرش وراء الكاميرا نشوفو ديك الفيديو مزيون هايدك شنو خصكم. هاي دابا شنو نقول لكم عمان ياك حمزه. المهم الحباب صافي اخيرا سالينا السم دبرت صراحه نموت الموت دبرت شوف حمزه سالينا بارك علينا. المهم الحمد لله خرج الشوتينغ مزيان صراحه واخا الجو شويه زعما ما كانش الشميسه ولكن بالعكس حسن لسه بالسما صافي. ومن الاخر صراحه تقريبا كاع ما استعملنا الكاميرا على حساب التليفون خرجنا تصور مزيونين وصافي هكذا صافي الحباب. دابا جبرتني غادي نمشي بحالي للدار مبدل عليا حيد عليا هادشي هذا فهاد الحاله هذه. انا نمشي عند الهيجه ديالي كتستناني استنى كتركن حوايج. المهم انا حنا باقا ما بدلتش الحوايج ديال الشتوى صراحه اللي برد اليوم ماشي عادي. باقا ما جبت الحوايج ديال الشتوى باقا في حوايج الصيف بهيجه اللي ما كتبدل الماريو ديالها سعداتها كتشهيني. اليوم صافي خصني ندوز عشيه كنعمل اديسيون ونقدم لكم العروسه لالا حمزه. شوفوا جمع كاع حمزه الله الا صعابين نتوما بالله. شنو كزيان لك انت هادشي هذا كتعملوا هنايا في راسكم تقعد كان في راسي ساعد ما كان هو في راس وقال لك لا موضه شي نكون موضه وانت عرفت. امي مرحبا بصافي جيت حاليا للدار. شكرا حمزه على الشوتينغ اليوم. شكرا على واجب. شكرا على العذاب ديالك. لا با بروبليم انت اللي عارف شنو كاين من وراء الكاميرات. طودو بور لا سانغري وهايدك اخي كلشي على الدم داكشي اللي قال باسبانيول. امي مرحبا بدري دابا يلاه معايا للدار غنطلو في حالنا. باي باي حمزه. شكرا شكرا بزاف. المهم وليدات ديالي غادي نخلي لكم شي تصويرات من الشوتينغ ديال اليوم وغادي نهضر لكم على اخزان دريسيس. هو الاسم ديال واحد الماركه ديال واحد المصممه اللي عندنا هنايا في مدريد اللي ما شاء الله قرات التصميم وكتخيط وكتعدل الكساوي بيدها هنايا في مدريد. خليكم انستغرام ديالها كتخيط قفطنات بلديين وكسيوات عصريين وابارتيك كتكري الحويجات يعني هاد الكسيوات اللي كتشوفو تقدرو تكريهم من عندها. هاد كوليكسيون الجديدة ديالها كانت موجهة للعريسات. ودابا نخليكم مع فيديو.
Thank you.